خلينا دلوقتي نصبح برضو على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على ايه اخر احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. يعني عايزين نشاركك وتشاركينا برضو في سؤال حلقتنا النهارده. صحيح. اخر مره اتكلمتي مع ابنك امتى؟ وايه هي مساحات التواصل اللي بتعمليها من خلال التواصل؟ يمكن انا هعترض طبعا هو يوميا اكيد يعني، بس انا هعترض معاك او يعني مش هتفق معاك في نقطه معينه. انت قلت في اختلاف اجيال. اعتقد ان احنا واولادنا دلوقتي بقينا تقريبا جيل واحد، لان احنا جيل السوشيال ميديا، فبقت اهتماماتنا تقريبا واحده، الحاجات اللي بنتلقاها عبر السوشيال ميديا تقريبا واحده، فبالتالي ما بيننا مساحات مشتركه كبيره جدا بنقدر نتكلم فيها مع اولادنا عن اهتماماتهم، عن ايه الحاجات اللي هم بيحبوها، طريقه تعاملهم مع اصدقائهم كمان في المدرسه، في اي مكان هم بيتواجدوا فيه، ده بيخلق ما بيننا مساحات مشتركه كبيره جدا. اعتقد ان كل ام دلوقتي عندها الوعي الكافي، مش هقول كل الامهات ومش هقول لا مفيش، لا احنا يعني معظم الدايره اللي حواليا كلنا عندنا وعي كافي جدا ان احنا ازاي نتعامل مع اولادنا في سن معين او من وهم صغيرين، لان احنا عندنا مش هنقول خبرات كبيره زي اهالينا، ولكن احنا يعتبر جيل واحد. انا بعتبر ان انا واولادي مثلا جيل واحد، لان فعلا الحاجات اللي اطلعنا عليها كانت تقريبا واحده خلال السنين او العشر سنين اللي فاتت بالذات. خلونا دلوقتي نستعرض معاكم او الجوله المريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات. ودلوقتي الناس بدات تنزل، نبدأ جولتنا معاكم من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمرة. هنلاقي إن في سيولة مرية، لكن اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة غير مؤثرة على الحركة، لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة، ولو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرية نسبية في الوقت الحالي هيكون برضو معانا. هنكمل لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. هناخد طريق بن زايد الجنوبي لسه مغلق، مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتيسير الحركة المرورية. كمان إدارة العامة للمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف على طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي. ده هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من الأوتوستراد اللي بتظهر عليه كثافات مرورية للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم. كذلك الأمر ظهور بعض الكثافات المتجهة إلى منطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية المتجهة إلى شارعي عباس العقاد، وكمان ظهرت كثافات أعلى دائري المرجل المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم. ظهرت بعض الكثافات بشارع صلاح سالم والطيران، ده بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. نكمل جولتنا معاكم بشوارع الجيزة. الطريق الدائري القادم من أكتوبر تم إغلاقه كلياً، منطقة القوس الغربي المريوطية، ده مع غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية في اتجاه ميدان الرماية، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري. وهيتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي نزول نفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي بديلاً عن الطريق الدائري. والقادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوي هيتم تحويله بالكامل إلى مطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعاً التحويلات دي عملت كثافات مرية إضافية على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر. وناخد بالنا من غلق ميدان إسفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. وكمان فعلاً الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت مجموعة من التحويلات المرية لتفادي حجم الكثافات، وده طبعاً مؤثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب بعض الكثافات، لكن المحور المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة بتصل إلى 500 متر، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور كمان والطلبية، ده بسبب إنشاء خمس محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة. ظهرت كثافات بمنطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع
بيصل أو شارع فيصل كمان بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة ومدائن النهضة وصولا مناطق بولاق ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. هناخد بالنا أن الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للقادم من مناطق شبرا من بطريق الماريوتية والمؤدي إلى الطريق الدائري القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المنطقة المشار إليها على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة حتى انتهاء الأعمال. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرية بطريق اسكندرية الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة. وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري المركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها غير مؤثرة بشكل كبير. أما القادم من منطقة الدلتا مستخدما طريق شبرا بنها الحر ومتجه إلى مناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرية ونروح بورسعيد وتحديدا من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرية. ولو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية. ومن طريق طرح البحر ندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. وبكده أخذنا حضرتكم في جولة سريعة عن أحوال المرور وشوارع محافظات مصر جمهورية مصر العربية المختلفة. هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معاكم أو نبدأ معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.